تحت الضغط. يوسف وفاطمة، فاطمة ويوسف. فاطمة هتبتدي الأول، يوسف تفضل عند سليم هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. فاطمة تعالي مكانك. فاطمة، عارفة تحت الضغط كم سؤال؟ 10 أسئلة. في كم ثانية؟ 45 ثانية. تمام، نطمن على يوسف. تمام، تحت الضغط كاونتر. من قام بتلحين أغنية إبكي لمحمد منير؟ عمر خيرت. غلط. في أي دولة أوروبية تقع مدينة زيورخ؟ ألمانيا. غلط. شاعر مصري مؤلف مسرحية مسرح كليوباترا، فمن هو؟ أحمد شوقي. صح. ما هو نظام الحكم في دولة ناميبيا؟ جمهوري. صح. كم عدد الثواني في 3 دقايق ونص؟ 1830. غلط. فنانة قامت بدور منى في فيلم زوجة رجل مهم، فمن هي؟ بص. ما هو العدد الذري لعنصر الرادون؟ 30. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة كولومبيا؟ البيزو. صح. في عهد أي حاكم لمصر قامت الحروب الوهابية؟ محمد علي. صح. برافو عليك يا فاطمة، اتفضلي. أربع إجابات صحيحة، ولعلمك كان ممكن تعمل أحسن من كده كمان. قدر الله ما شاء فعل. برافو عليك، أربع إجابات صحيحة ب 20 نقطة. طيب عايزين يوسف ينضم لينا، هنشوف يوسف هيعمل ايه، لان في سؤال خد مني كام ثانيه وجاوبتيه غلط. يعني رحتي مع السؤال، عادي حصل خير، سافرتي مع السؤال. صح. يوسف تعالى مكاني. اوكي. عايز تعرف فاطمه عملت ايه ولا لا؟ اربعه. هم اربعه فعلا. عايز اجابات بصوت واضح عشان اعرف اقول لك صح ولا غلط. تحت ضغط كاونتر. من قام بتلحين أغنية إبكي لمحمد منير؟ مصطفى محمود. غلط. في أي دولة أوروبية تقع مدينة زيورخ؟ سويسرا. صح. شاعر مصري مؤلف مسرحية مسرح كليوباترا، فمن هو؟ نجيب محفوظ. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة ناميبيا؟ جمهوري. صح. كم عدد الثواني في 3 دقايق ونص؟ 210. صح. فنانة قامت بدور منى في فيلم زوجة رجل مهم، فمن هي؟ ميرفت أمين. صح. ما هو العدد الذري لعنصر الرادون؟ الرادون 78. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة كولومبيا؟ كولومبيا ريال. غلط. في عهد أي حاكم لمصر قامت الحروب الوهابية؟ وهابية جمال عبد الناصر. غلط. اتعادلت. تعادل؟ مفيش عدالة. تعال يا يوسف، تعال يا فاطمة، اتعادلتوا، مفيش حد هيدي هدية لحد. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. من قام بتلحين أغنية إبكي لمحمد منير؟ عمرو مصطفى. ما هو العدد الذري لعنصر الرادون؟ 86. 86. كلنا نحيي يوسف وفاطمة. فاطمة يوسف اتفضلي. النتيجة اتغيرت. يوسف كنت كام يا يوسف؟ 70. 70 واربع اجابات صحيحه ب 20 نقطه، بقيتوا 90. فاطمه كنتوا كام؟ كنا 15 و20 نقطه، بقيتوا 35. 35 ودل